يعني مختصرة بعد الكلام الكثير اللي عرض اليوم عن الدولة المصرية بتتحرك ازاي لتعميق الصناعة الوطنية. وانا بشكر حضرتك دكتور هاني على كلمة ان احنا بنتكلم على تعميق صناعة وطنية وليس احلال واردات، لان في كل انحاء العالم زيادة الصناعة وزيادة الانتاج هيبقى دايما مرتبط بانك تجيب مستلزمات انتاج ومواد خام من الخارج، لان مفيش دولة في العالم بتستطيع تحقيق اكتفاء ذاتي من كل شيء. عايز تزود صناعتك يبقى لازم، وعايز تزود انتاجك في الداخل هتضطر انك انت تجيب مواد خام اكتر وهتجيب مستلزمات انتاج اكتر عشان تقدر تعمل هذا الموضوع. طب احنا اتحركنا ازاي كدولة مصرية في خلال الفترة اللي فاتت؟ ودي فرصة ان احنا كلنا نتحرك ونفهم الدولة المصرية اشتغلت ازاي. لم يكن باستطاعة اي دولة ولا رجل صناعة انه يتكلم على زيادة انتاج وتوسع من غير ما يبقى عندي بنية اساسية. استاذ محمد السويدي اتكلم وقال خلينا بس نفتكر 2014 و2015 كنا عاملين ازاي. هل كان يمكن ان نتكلم اليوم واحنا قاعدين كده مع بعض على ازاي نتحرك لزيادة ومضاعفة صادراتنا ونتكلم على حلم 100 مليار دولار في خلال سنوات قليلة من غير ما كان يبقى فيه كهرباء كفاية؟ هل كان ممكن النهاردة نتكلم على صناع هناك غاز اللي بيدخل كمدخل اساسي في منتجات كثيرة جدا في الصناعة تبقى كفاية؟ هل كان ممكن ان احنا نعمل الكلام ده من غير مياه شرب وصرف صناعي للمصانع بتاعتنا؟ هل كان ممكن ان انا اعمل الكلام ده من غير شبكة طرق تروح للمناطق الصناعية الجديدة اللي انا عايز اعمل فيها هذا الكلام، وما يكونش ومن غير ما يكون عندي شبكة مواني بحرية ومواني جافة عشان تحرك حجم الانتاج وتدخل لي المدخلات وتطلع لي المخرجات بتاعت الصناعة بتاعتي؟ هل كان ينفع هذا الكلام يتعمل من غير مناطق لوجستية تبقى بتنشأ في اطار متكامل، تبقى مش فقط مواني ولكن مواني مع مناطق لوجستية مع كل هذا الحجم من العمل اللي بما نطلق عليه البنية الاساسية عشان تخلق صناعة حقيقية وتخلي صناعتك تنطلق؟ فعشان كده لما الدولة المصرية استثمرت، وهذه الاستثمارات بمنتهى الامانة لم يكن يعني اي كيان اخر بخلاف الدولة قادر انه يعملها، فكان البديل قدامنا لابد من الاستثمار بمئات المليارات من الجنيهات علشان نخلق هذه البنية الاساسية اللي تخلينا النهاردة واحنا قاعدين بنتكلم احنا ممكن نعمل كذا. قادرين نعمل كذا، عندنا الطاقة الكهربائية اللي تمكننا من ذلك، عندنا الشبكة اللي موجودة، عندنا اراضي صناعة مرفقة، وعندنا مجمعات صناعية جاهزة لو حب اي مستثمر كبير او صغير انه يدخل ويطلب ان هو يشتغل عندنا هذه الاماكن الجاهزة. كان لازم نتحرك في تهيئة مناخ الاعمال، وكان عندنا مجموعة من التشريعات اللي ذكرت ان كانت لازم تتعمل لها يا اما تشريعات جديدة او تشريعات يتم تعديلها، وهذا هو اللي قمنا بيه. مجموعة تشريعات زي قانون الاستثمار، المناطق الصناعية، التراخيص الصناعية، المناطق الاقتصادية، الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حماية المنافسة بقت موجودة عندي حتى لو انا عايز اعدل عليها، بس على الاقل بقت عندي القاعدة التشريعية لتمكنني من الانطلاق. موضوع دعم الصادرات ويعني باشمهندس محمد اتكلم عليه، يعني الحقيقة لما توليت المسؤولية والحكومة وكان يعني توجيهات فخامة الرئيس نحل مشاكل المصدرين ورجال الصناعة في مصر، احنا لقينا متأخرات تصل الى عام 2012 ما اتدفعتش للمصانع المصرية من برنامج دعم الصادرات. تدخلنا وحلينا هذا الموضوع بمنتهى القوة وسددنا ما يقرب من 40 مليار جنيه في سنة ونص متأخرات كانت دعم صادرات. من غير هذه المبالغ لم يكن باستطاعة المصانع والكيانات الصناعية في مصر انها تصمد في ظل جائحة كورونا. انا بس بوري احنا اتحركنا كدولة ازاي. ده اللي ادانا النهاردة الفرصة ان احنا بقينا بنشوف ان سنة 21 شهدت طفرة كبيرة في الصادرات، والسنة دي اول 3 أشهر بالرغم من كل الازمات اللي فيها العالم برضو صادراتنا زادت بنسبة محترمة، وبنأمل انها تزيد في هذا الشأن.
اجتماعات متواصلة بتحصل مع اتحاد الصناعات، مع مجالس التصدير، عشان نحل لهم اي مشاكل. النهاردة هل لازم ما زالت في معوقات؟ بالتأكيد ما زالت في معوقات. التطبيق الفعلي على الارض وحل المشاكل المتراكمة والاجراءات، بعض الاجراءات البيروقراطية اللي ما زالت موجودة. عشان كده اتحركنا مؤخرا في موضوع الاراضي. كان دايما هناك شكوى، طب انتوا بتطرحوا الاراضي بس آلية الطرح ما بتمكناش كمصنعين حقيقيين ان احنا نحصل على الاراضي اللي احنا محتاجينها في الاماكن اللي احنا عايزينها. طلعنا قرار ان احنا هيبقى الاراضي اساس اتاحتها موضوع حق الانتفاع او شراء الارض او بيع الارض، ولكن اساس التسعير في كل التوجهين سعر المرافق فقط لا غير، مع تيسيرات في السداد عشان اشجع المصنعين ان هم يحصلوا الاراضي اللازمة لانشاء المصانع، بس بشرط ان يتم الانشاء والتشغيل في اسرع وقت ممكن. موضوع الموافقة، وكانت دي دائما ان الشكوى من الحصول على العديد من لابد عشان اعمل مصنع، انا عايز محتاج كعب داير الف على اكتر من جهة في الدولة علشان ان انا احصل على الموافقات بتاعتي. اصدرنا التوجيهات ان الكلام ده كله يتم من هيئة التنمية الصناعية، وهي اللي تبقى ملزمة بعد كده انها تجيب كل الموافقات بتاعت باقي الجهات. ان لازم الرخصة تطلع في مدة زمنية لا تستغرق اكتر من 20 يوم عمل. كل دي اجراءات جديدة احنا خدناها عشان نسرع من عملية تعميق الصناعة الوطنية. الكلام ده كله عارفين انه هو هياخد وقته، ولكن الاهم ان احنا نبقى عارفين مسارنا وبنتحرك فيه بمستهدفات. وارد ان احنا نحتاج نعدل هذه الخطط، هنعدلها بالتشاور مع شركائنا من القطاع الخاص الوطني والاجنبي حتى اللي احنا بنرحب بوجوده في هذه النوعية من الصناعات الاستراتيجية. واللي احنا النهاردة، عشان برضو دي فرصة مهمة جدا ان احنا نتكلم، دولة اعدت وثيقة سياسة ملكية الدولة في كل المجالات، واللي احنا ان شاء الله يعني اعلننا ان احنا انتهينا منها وحنطرحها للحوار الوطني، ويمكن ان شاء الله هيبقى في فرصة ان احنا نعمل مرة اخرى اجتماع موسع علشان نناقش هذه الوثيقة مع كل شركائنا من كل الجهات عشان نمهد ونطلق للحوار الوطني في خلال الايام القليلة القادمة. حاجة عشان بس ما اطولش على حضراتكم، افريقيا وكيف يمكن ان يعني نتكامل افريقيا. دكتورة حنان حضرتك قلتي كلمة مهمة جدا، قالت ان من حجم تجارة افريقيا واحتياجات افريقيا 18% فقط بيجي من التجارة البينية داخل افريقيا، بالمقارنة ب 58% في اسيا. خلينا عشان ما نظلمش نفسنا في افريقيا برضو وموضوع سياسة جلد الذات، افريقيا يعني خلينا نقول انها يعني عانت وما زالت بتعاني من بعض يعني المشاكل الهيكلية الاساسية اللي خلت افريقيا متأخرة نوعا ما عن بقية العالم، ولكن الكل بيجمع على ان افريقيا هي المستقبل. انا في تقديري لن تقوم يعني قائمة لعملية التكامل ما بين الدول الافريقية من غير الاساس ان يكون هناك بنية اساسية رابطة ما بين دول افريقيا. لن تزيد التجارة البينية بدون شبكة طرق بتربط ما بين دول افريقيا وبعضها البعض، وان يكون هناك حركة تكامل ما بين المطارات والمواني ما بين افريقيا وبعضها البعض. الاجراءات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة وتفعيلها نقطة مهمة جدا، ودي اللي انا شايف ده بقى دور اساسي للاتحاد الافريقي والمفاوضية الاقتصادية، بناء قاعدة البيانات عن الصناعات اللي موجودة في كل دول افريقيا النهاردة، وايضا احتياجات كل دولة. يعني نقطة مهمة جدا، انا النهاردة على مستوى اي دولة، انا كرجل صناعة في مصر ما عنديش فكرة هي الدول المختلفة جوه افريقيا احتياجاتها ايه. وارد يكون عندي بالفعل قدرات تصنيعية وعندي قدرات ان انا اصدر، لكن انا مش عارف احتياجات دول افريقيا ايه. هنا بقى عشان اعمل هذا الكلام ده انا شايفه دور اصيل للاتحاد الافريقي والمفوضية، ان هما لازم يعملوا لنا هذا الكلام ويبقى متاح لينا كلنا كدول وكقطاع خاص في هذه في دولنا، عشان نقدر يكون عندي قاعدة بيانات يستطيع اي مصنع
في اي دولة افريقية، انه يعرف احتياجات باقي الدول ومين اللي ممكن يبقوا شركاء في هذه الدول عشان يقدر من خلالهم يتعاون ويتحالف معاهم عشان يقدر يدخل هذه الاسواق. الكلام ده اعتقد شيء مهم جدا، بنية اساسية، قاعدة بيانات، توحيد مواصفات قياسية ما بيننا وما بين بعض كدول افريقية. دول اعتقد الثلاث نقاط الأساسية اللي حيمكنوا أفريقيا من الانطلاق وتحقيق التكامل في مجالات الصناعة والتجارة البينية. أنا بشكر حضراتكم لإتاحة الفرصة ليا لهذه المداخلة.